عمرها دار من قديم الزمان. الله يفتح عليك. حنا كنا الاولين هنا وبالشهادة ديال سي عبد السلام هو وسي حميد. سي عبد السلام هو خوتي. سي عبد السلام ديال سيدي قاسم تحياتي ليك. حميد غير معقول. وراك عزيز عليا عبد السلام. عليا انا الاول. شبع فيا معيون. وتدخل اصاحبي. وشنو هو؟ كاين زين تبارك الله. كاين زين تبارك الله. سليماني بوحدو عنده ورقات. سليماني بوحدو كما كتشوفوا الخوت هذا بوحدو عنده ورقات. هذا اللي هنا راه مازال حد الان فشحوا شي الباب الله يسخر ليه. يعني يلا قال بسم الله بسم الله ما سمعتهم انا يلا قال بسم الله بسم الله. عطاو شي حاجه ولا مازال الله؟ عطاو 600 اخو باب الله كيتشوف باب الله 300 مازال ما قطعتيش. الله يسخر لكم اخي. شوف الخيرات تبارك الله ديال بودريس سلطان الله يسخر ليه. خيرات تبارك الله كتواجد. والمليح ركوب العمار بالراس ويمشي مع العناده والصبا زرنطي وحنا موجودين المغرب كامل بما مشيتي تلقاني ما كاينش غرفه معروف وكبرتي معانا ملي كنت تدريني صغير كما كتشوفوا هاد الخيرات هذيك تبارك الله اللي كتواجد قدامنا ديال بدريس الله يسخر ليه. لا قربي قرب هنا هذاك سيدي 10 سنين وقيله سليماني كما كنسمعوا عنده 8 سنين بوريقات ديالو. البرقي بيع وشري معايا وقال له سير الدار عاد عبر. كما كتشوف الخوت تبارك الله سلام بي. بوريقات ديالو. راسي هذا راسي بحال عليا انا الاول شبع فيا معيون. وشنو غادي نشوف ان شاء الله معكم اشرف الله يحفظك عاونوا على واحد العاون. عمر خويا عنده ورقه تيك؟ لا خويا لا ما عندوش. سليماني بوحدو عنده ورقه تيك؟ سليماني بوحدو كما كتشوفوا الخوت هذا بوحدو اللي عنده ورقات. هذا اللي هنا راه مازال حد الان فشحوا شي الباب الله يسخر ليه. هذا اللي كنشوفو قدامنا البوريقات ديالو بيديغري 8 سنين تعالى اشرف الله يهديك خليهم ينزلوه وتعالى راه الدراري مشاو وفي الكاس يا عبد السلام. او عبد السلام جيب المليح جيب المليح جيب المليح. اما شي واحد ما فتح لك خلي تعاود تسخن. واش عاود شحال عندك؟
عمر عمر ضرب عليك عاود واحد الجلسه جي ليا من لي وخلي الشبابي خلي الشباب يتفرجوا مع راسهم حرموا واش كاين الكلام مع الكلام انا بغيت نقول لك الله يا عمري شوف وحيد نفعو تعالى شتني نلعب باقي باغي هذاك الميكرو تبارك الله صلاح كما كتشوف الخير هذه البودريس الله يسخر ليه الله عمر دار من قديم الزمان الله يفتح عليك حنا كنا الاولين هنا وبالشهاده ديال سي عبد السلام هو سي حميد سي عبد السلام هو خوتي سي عبد السلام ديال سيدي قاسم تحياتي ليك حميد غير معقول وراك عزيز عليا عبد السلام ارى لي هذا العود الدهم ارى دهم ابو ادريس مرحبا ارى خرج لي الدهم عندك القنبه وي انت قاعد تقدر تعمر هاي خير كلشي ديالك الحبيب ياك عطيتك قيمت ياك عطيتك الكفته واللحم والتقليه وحميده الصباح ماني ياك جبد واش مردي ولا مسخون واش محمد ما عاودتش معاك واش محمد الله يحفظك سيدي حمزه عطى شي واحد شوما يتبارك الله الناس اللي مجموعه عند بودريسنا حاليا الله يسخر ليه مازال لحد الان ما فتحوش الباب الوراق والمعقول اشجل وعرف اش كدير كنبيعوا الوراق والمعقول اياه واه مدريس قال المعقول تبيع بشي معاه بسم الله المعقول تبيعوا انا اللي بعت لي الله يربي يسهل عليك لا واش المعقول تبيعوا لا ما تبيعوا واخا تعطينا فيه وترى حنا كبرنا معاك الله يبارك كنقولوا هادشي بالكذوب ولا لا مزح والو انا كنعطيو الشهاده عمي دريس مزح والو الله يحفظك لا لا مزح والو تغشموا العود راك ما تربحش لا والو هذاك ما عطاوناش بركي ما عطاوناش مليح
نعم سير هو حتى قولنا كاينش ما تقول واش تهدر هضره ولا قول اخويا شوف جل حتى الآن ما طاش وقت تفهم وما نسخر واخويا الدهم هذا اللي قدامنا حاليا تعطات فيه ثلاثة ديال المنين بوريقات وتاهو الله يسخر اليوم غنشوفو اخو جات الخير هذا تبارك الله اللي قدامنا حاليا غادي نشوفو شحال عطاو فيه عطاو شي حاجة هنا ولا مازال؟ 120 زيدو 20 كما كنسمعو السلف درهم اللي معطيه فيه الله يسخر اليوم مشي لنا خويا بكناس الله يخليه لكم زيد ايوا انا مشتش من وقت ديال السلف درهم عطيه جديد باش نديرو اخويا خمس سنين يلا غير بسم الله بسم الله اخويا الله يسخر ليه تبارك الله وصلها عندي خمسة ديال المنين الله يسخر ليه الله
شوف هاد الطياره اللي قدامنا بمري المرق ديالو غير من النواحي ديال السهول الناس ديال العرجات شحال عطاك المرق غادي نشوف واش عطاك واحد ما عطاوكش شي حاجه شوف معنا اخوتي هذا راه المرق ديال العرجات ولا كاين القدار فين صراحه الله كاين الفولة زياده عندك ما كنتش مول زياده عند مولاه الله الرحمن الرحيم عزوك يلا يبارك الله كيقول اخوتي ترك المشكله باش هذا كاين هيا عطاو شي حاجه للعميم ولا مازال الله عطاو شي حاجه مازال الله الله يسخر لك ما سمعتو مازال الله هو في الليل كتشوفو من هنا خيرات هذه تبارك الله اللي كتواجد قدامنا اخوت تبارك الله صلان بي اش دير في السن ديالو اخويا سنين يلاه قال بسم الله بجمع ما سمعتهم انا يلاه قال بسم الله بجمع عطاو شي حاجه ولا مازال الله 300 باب الله 300 مازال ما قطعتيش الله يسخر لكم اخي المركب ديالو منين؟ لا غير سلا تخلي النمره ديالك ولا النمره ديال الاخ؟ قول لي اخويا النمره ديالك بغا شي واحد يتواصل معك 0637 60 49 01 اسم كريم؟ عزيز غير سلا ياك اخويا كما سمعتوا معنا سلا الله يستر لهم حتى هذاك اللي مليه على حسابكم ولا؟ حتى هو على حسابكم وهذاك عطاو شي حاجه ولا مازال الله؟ مليون وخمسين هذا ما عندوش ورقات ياك كما سمعتوا هذا 300 خوش هذاك اللي من الهي مليون وخمسين اللي عاطين بوريقاته الله يسخر لكم اخويا لا بدك فريقات تبارك الله اللي كاينين هنا اش دايرين في السن ديالهم اخويا الطيبين؟ الحليب هذا عنده عام هذا عنده عام اللي من ليه؟ هذاك هو عنده عامين دابا عامين كما كنسمع الخوت هذا اللي من هنا عنده عام اللي من ليه عامين لا زين تبارك الله كاين عاطين شي حاجه ولا مازال اخويا الطيبين؟ مازال الله الله يسخر لكم كما سمعتوا معنا مازال الله الله يسخر لهم مرحبا النميره نخلي النميره ديالك اخي الطيب كما كتشوف معنا الخوت هذا اللي كتشوفو قدامنا عنده عامين جدع اللي من اللي راه عنده عام واحد الله ما فيك حاصل دي على حسابي جدع ما عادش نقولو غيدير شم دابا راجع عدتي وسط الشيخ هو الزير راه غيكون فيه بزاف كيشوف راه فيها بزاف عطاوناش واش نكذبو كما كنسمعو المقطع مازال الله حاجة راه عندنا كاين تيتر باش تعرف شنو كاين الله يسخر لك اخي طيبين عائلة قناة الفلاح ان شاء الله مباشرة اليوم سوق ثلاث خميس هذا غادي نبارطاجي معكم فلوق ديال اليوم وغنبداو هاد الخيرات هادي اللي كتواجد عند ايوب كما كنشوفو جدع تبارك الله رباعي فتحوا لي الباب 10000 درهم كما كنسمع حاليا الخوت الله يسخر ليه خدمة ها سير غا في جنبو خليه يدير ما بغا هادا خويا سعيد هادي هادي ايوب هادا صوب سعيد صوب الله معاك ورا بغيت نقول لك اه صوب الله معاك سير الحين راه بلاصه ديال الجو هذا اه بلاصه ديال صعيب راه حيدي سير غادي يزيدك سعد 1000 درهم سير 140 كاين 140 كاين 140 كاين سعد بخير سعد مزيان الله يبارك صافي
الجوع راه كاين صافي بيه ان شاء الله والله غاصه والله ما عندك شحال هكا يوسف سعيد انا من يونيو ما قسمه 12 درهم حاليا اللي معطيه في الله يسخر له اقول شي كما فينا يدري معاك عاوتاني انت يحفظ انا ما عندوش رجله مزيانه اسعد رجله ديال مجموعه ماشي غالي اصل ديالهم ولا تزيدو شحال باش قطعتي ايوش؟ ديال الدري صاحبي قطعتو ساعه جوج ونص جوج ونص كما سمعتو 25 عطانا مليون و40 اخو 1000 درهم باش نقطعو واش دعنا مليح راه كاين اخي ايوب اه وما نهضروش كاين شي مرويب ولا واه واه فيه واحد الخدمه ما دايرهاش وي واحد ما دايرهاش اخويا بابا عطاونا مليون وربعين ما تبقاش كذوب ما تبقاش مزاح ابراهيم على اللي راه بياسه ديال الجواد وي بياسه ديال الجواد ايوه باش مكتسخ يا خبيها وصافي دخلت مزيان دخلت لي نورك اصلا ولات زيدو تما كنسمعوا المرقد ديالهم من ولات زيدو ما عندوش حال الله قفل الارض وراق وراق ديالو كاين لا ما عندوش وراق والخدمه راه خدام في الارض والركوب مره مره كاين ما شو مازلنا كتقرب حاليا 12000 درهم اللي معطيه هو عطاني سعيد مليون من بحال ما الركوب راه مركوب شويه ديال الخدمه باش تكونوا سامع البارود اخويا ايوبك لا مازال لا محال محال واش دار سهلة من ناحية السهلة والمليح راه كاين اخويا ايوب ربا راه عاود معنا شويه تبارك الله ماشي بارك الله خوت كنشوف هاد الخيرات هادي الله داخله حاليا مرحبا سيدي اخويا 2015 وريقات ديالو الله يسخر 2015 في زيد هو تي نبغي نخرج برا نخرج معاهم نخرجوا برا كتشوف معنا الخوت خيرات تبارك الله عاود عند سي مصطفى الله يسخر ليه الله هو غنشوف ان شاء الله الا عطا شي حاجه باش نخرطاتي معكم الثمن اللي غيعطى مليح راه كاين تبارك الله الوريقات كتشوفهم هادو الله لا 2015 قال اه عاد نعاود اخر لا 2015 الله هو ماشي بصابين راه عدوني حكيت الله شو الله
شوم انا خويا شحال نشتي لكم كامل هو فين كتشوفهم ورقات ديالو بيديغري 2015 في الزيد. عندك 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 ربع عرش ربع عرش صيوا هو شو مازال الناس الان كتقلب كاين زين تبارك الله كاين زين تبارك الله تبارك الله اه ايوا صح صح طيب.